أستاذ أنور، أرجع معك أو نجي لمرحلة بيروت، وهي المرحلة يمكن الأصعب في حياتك. خرجت من حلب وأنت بعمر صغيرة، بدايات الاحتراف. أي، وما كان يمكن معك مال كافي. لا. أي، وش صار في بيروت وكيف طلعت من حلب أو من سوريا؟ الحقيقة وعمرك يمكن 15 سنة أو أقل. 15 سنة ونص. ابتديت أشتغل أنا بعد ما تخرجت من المعهد وعندي 13 سنة. ابتديت أشتغل عشان أساعد نفسي مادياً، لأن أهلي فقراء، نحن يعني عائلة مكونة من 12 شخص. فبناء عليه جالي عرض من مطرب في ذاك الوقت كان مشهور ومعروف لبناني اسمه محمد جمال، ربنا يوجه له كل خير. فكان يغني آه يا أم حمادة بهذيك الأيام، مشهور. فقال لي أنا عجبتني كعازف، تروح معي أمريكا؟ فأنا طفل صغير ولا أروح أمريكا ولا بتاع. قلت ها روح أمريكا. قال عندك باسبور؟ قلت لا عندي باسبور، أنا ما عندي لا باسبور ولا شيء. فقال خلاص هذا رقمي، تعال بيروت. فأنا طلعت في عقلي أني أنا ليش مستحمل الفقر؟ ما عندي بهذيك الأيام ثمن الكتب، رغم أنه كانت الدراسة مجانا في سوريا، بس ثمن الكتب أشتري كتب مستعملة مثلا بحاجة 10 دولار بهذاك الوقت، ما عندنا 10 دولار. فقلت أطلع أحاول أشتغل. فلما رحت بيروت تأخرت عبال ما عملت باسبوري، وصلت لقيته هو في بلد تاني رايح الأردن يشتغل. فجلست معايا مبلغ بسيط يعني ما يطلع 100 دولار، فجلست أستنى 10 أيام 15 يوم أنتظر خلاص يئست. قلت ما برجع سوريا إلا وأنا ناجح، ما أفشل وأرجع. فوين أروح؟ افتكرت أني أخوة الفنان الكبير أستاذ الكمان الله يرحمه عبود عبد العال جم زارونا في بيتنا، يعرفوني وأنا طفل عندي 12 سنة 11 سنة معجبين فيه. فكلمت الأستاذ عبود عبد العال، أخذت من ابنه رقم أحد الأشخاص اللي هم أخوة عبود، الأستاذ منير عبد العال وجه له كل خير، ورحت له وفتح لي باب الأمل وباب العمل في بيروت. يا سلام. وكان عندي 15 سنة. هذا كان عام 74 ميلادي. 74. 15 سنة ونص كان عندي. تذكر فنانين هذيك المرحلة اللي قابلتهم أو عزفت معهم؟ طبعا طبعا، يعني ما أنسى أني أنا مثلا اشتغلت مع في البداية أول ما أول يومين اشتغلت مع بدرية السيد، مطربة شعبية مصرية قديمة من اسكندرية كانت غناءها رائع. هذه في البداية. بعدين لما انتقلت بعد شهر انتقلت من المكان اللي أنا شغلني فيه الأستاذ منير إلى مكان آخر كرئيس فرقة. ففي هذاك المكان التقيت بالأستاذ كارم محمود، إذا تسمع عنه، اللي هي السمرة يا السمرة مرة في مرة شغلني هواكي، له أغاني رائعة، هذا فنان كبير جدا. التقيت بشريفة فاضل، التقيت بالأستاذ عمار الشريعي اللي كان مفتاح رحلتي لمصر وبداية النجاح في مصر. عدت حجي على مصر وقصتك مع عمار الشريعي، ظهرت طبعا في برامج تلفزيونية وفي بيروت. هو أي ظهرت ببرنامج اسمه سعيدي، هذاك الوقت كان يقدم المذيع المشهور رياض شرارة، وابنه الآن موزع مشهور في بيروت اسمه هادي شرارة. فكان يقدم برنامج اسمه سعيدي، فأنا رحت أعمل فواصل موسيقية. مجرد ما عملت يعني فاصلين ثلاثة موسيقيين لقيت ناس عرضوا علي أنه يعملوا لي مايسترو عليهم ويعملوا لي فرقة ويجيبوا شغل، وانتقل أجري من خانة المئات أو من خانة العشرات الليرات في ذاك الوقت إلى خانة المئات. جميل. نجي لمرحلة مصر اللي يمكن المرحلة الأبرز وال يعني نقطة تحول في حياتك، هذه كانت عام 76 ميلادي. انتقلت إلى مصر والتقيت عمار الشريعي وبليغ حمدي، وأصبحت يعني حياتك أخذت مسار آخر. بالتأكيد أخذت مسار. تحكي لي عنها. أخذت مسار كبير. ذهبت لمصر، يعني رحت لمصر في زيارة لعمار الشريعي، وطلبت منه أنه أسجل 3-4 معزوفات موسيقيات بإشرافه هو، يعني أنا أنتجهم يعني. فجاب لي موسيقيين ورحنا للستوديو 46 في إذاعة القاهرة، وكنا بنسجل الأعمال. بالصدفة يعدي الفنان بليغ حمدي الملحن الكبير في الكوريدور، يسمع صوت الكمان، يدخل لعندي يقول لي حضرتك من وين؟ مين أنت؟ فقلت له أنا فلان من كذا. فقال لي بكرة الساعة 6 في النادي الماسي. قلت له عفوا. قال لي بكرة الساعة 6 أستناك في النادي الماسي. النادي الماسي ده كان النادي اللي الفرقة الماسية أحمد وقت حسن تجتمع فيه. وتاني يوم لما حضرت يعني تصرف ما بينعمل بها زمن وما شفته من أحد، أنه قال لي انتظر. انتظرت، كانت سيدة وردة عم تعمل بروف تحضنه الأيام. لما خلصت قال لهم لو سمحتوا رح أسمعكم الأستاذ كيف يعزف كمانجة. هذا بليغ حمدي يقول الكلام. فلما عزفت كمانجة
يعني خمس دقائق. قال لهم شو رأيكم؟ قالوا له أستاذ. قال لي بكرة الساعة 8 معنا في الاستوديو حتسجل معنا حضن الأيام. في حد بيعمل هذا الشيء غير فنان كبير وإنسان أكبر؟ الله. يعني شيء مو طبيعي، فتح لي أبواب المجد بأنه أدخل أكبر فرقة عربية وأنا عندي 18 سنة ولا واسطة ولا بعرفه ولا بعرف أي أحد في مصر. الفرقة المصرية الحمد لله. صار في موقف خلاف بينك وبين الموسيقيين في وانتوا تعزفون؟ لا مش تدخل خلاف. مش خلاف وعدم انضباط مني أنا. أحيانا يعني بيصير مواقف كده ما تقصدها. أنا أول مرة أدخل استوديو مع فرقة عظيمة زي دي وقدامي ومدام وردة والأستاذ بليغ، مشهد يعني صعب. فكنا كانت تغني حتون الأيام في الاستوديو، وكان في هذاك الزمن يعني تعزف ونحن نعزف وهي تغني معنا في نفس الوقت مش تركيب صوت. ففي مقطع فيها تقول فأنا حبيت يعني أنفرد وأعمل يعني شكل جو لحالي. طبعاً هذا عدم انضباط عيب يعني. فأنا من لقيت واحد من الأساتذة الكبار الأستاذ نصر عبد المنصف الله يرحمه قال لي إيه ده يا ابني؟ إيه ده أنت بتعمل إيه؟ أنا طبعاً اترعبت ما مش عارف أرد. فوجئت بالأستاذ بليغ حمدي أيضاً من ذوقه ومن كرمه أنه راح فاتح التوكباك. قال له عم نصر ده ضيفي. فسكت. يلا سكت وأنا تلميت يعني عرفت أنه لازم أرجع للقواعد ولازم أرجع للاحترام. لازم الموسيقى يعني يلتزم بالقواعد دائماً. طبعاً طبعاً حتى وإن خرج عن النوتة أو خرج عن الموسيقي داخل الفرقة الموسيقية هو عسكري، عسكري في سربه في رتله في مجموعته. يجب أن ينفذ ما هو في صالح العمل كمجموعة، ما لا يعني ما بينفع أنه هو ينفرد بنفسه. فأنا طبعاً لما انفرد كويس أنه ما لموني، بس أنا أعجبني في إنسانيته أنه يعني عطف علي أقول له خلاص خلاص سيبه حيفهم. طيب خلينا ننفرد فيك الحين نسمع شيء على ذوقك. أحضن الأيام ولا شيء ثاني اللي تحب؟ Thank you.
عوض الله. عدت لسوريا ما طولت في مصر. لا ما طولت أيه. شهرين ثلاثة يعني رغم أنه احتفاء مصر بك احتفاء بليغ حمدي يعني وانت في عمر يعني مبكر رغم كل سعادتي بأنه صرت عضو في الفرقة الماسية أيه؟ لكن في ذاك الوقت يعني ما كنت أنا مفكر أغترب يعني أعيش في بلد آخر يعني كانت سوريا بالنسبة لي هي بلدي يعني فبرجع لبلدي بس كنت سعيد أني عزفت مع الفرقة الماسية ومع عبد الحليم ومع وردة عرفت كيف؟ واشتغلت حتى حفلة مع الأستاذ محمد عبده في سنة 76 ويمكن موجود لها فيديو حتى بس لسه ما عثرت عليه. سبب المغادرة من مصر؟ سبب المغادرة أنه لسه أنا صغير على أنه أغترب في بلد بقيت حياتي ما أخذت هذا القرار يعني ما كان عندي قرار الاغتراب رغم أنه يعني الفرقة الماسية أمل لأي موسيقي بس ما كان عندي فكرة الاغتراب. ما طولت في سوريا وعدت مرة أخرى إلى مصر ويمكن كانت هذه العودة اللي خلاص هي اللي استقريت فيها أكثر أو ما يقارب 20 سنة. هذه العودة كانت الحقيقة مرتبطة بزواجي من مطربة سورية مشهورة أم بنتي ربنا يطول في عمرها أيضا ويعطيها الصحة الفنانة سيهام إبراهيم. اتزوجتها سورية وهي والآن بعلنها للملأ هي من الطائفة العلوية وأنا كنت فخور بها وفخور ببنتي الآن منها وإحنا كسوريين ما عندنا مشكلة الطوائف ومشكلة يعني العرقيات ومشكلة ما عندنا أي مشاكل إحنا بنعيش بمحبة كلياتنا ما عندنا أي مشكلة مع بعض والآن بقول هذا الكلام رغم كل اللي حصل فبناء عليه هي كانت كفنانة رايدة تروح مصر وتعمل يعني تشتغل مع الملحنين الكبار وفعلا راح تشتغلت مع سيد مكاوي ومع فاروق سلام ومع محمد شريف فطلبت مني أساعدها أني أنقلها إلى مصر ففي الفترة هي أيضا ما كنت بفكر أترك سوريا فرفضت واختلفنا أنا وهي في الفترة هي حصل ضغط علي من انتخابات نقابة الفنانين اللي بنجريها فهذا الضغط اللي حصل علي من ناحية الانتخابات أنه قلبوا الموقف سياسي وأنا ما أتدخل في السياسة ولا عمري أتكلم في السياسة أنا بتكلم في فن وإنسانية بس ما لي دعوة فلما قلبوا الموقف سياسي حسيت نفسي أن أنا يعني مندفع إلى أنه أوقف مع زوجتي وأغادر سوريا وغادرت سوريا ووقفت مع زوجتي وكنت قايلها أنا لو دخلت مصر ما بطلع المرة الثانية ففعلا دخلت مصر يعني 1984 ما خرجت إلى سنة 2003 لما قررت يعني أن أتوقف وأعتزل. إيش أضافت لك مرحلة مصر؟ أضافت لي أشياء كثيرة أضافت لي أول شيء العلم العلم تكتسبه من الآخرين اللي حواليك وأنا جلست في مصر مع عمالقة الموسيقى مع عمالقة الفن وعملت معاهم عن قرب استفدت منهم في يوم من الأيام لقيت الأستاذ أحمد الحفناوي جالس جنبي على الكرسي اللي أنا كنت أحلم بصوابعه العسل اللي هو بيعزف سولو لأم كلثوم يعني أحلم بصوابعه العسل شو كيف بتنزل العسل هذا الحلاوة دي يعني في أغنية من الأطلال مثلا في سولو كمان بسيط يقول كذا أشوف أحمد الحبناوي يعزف وأحس إنه يعني الحلاوة بتشر من صوابعه فأدور المكنة اللي كان في مكنة بكر كده ربع بوصة أحطها على البطيء التسجيل هذا المكنة التسجيل أخويا أحطها على البطيء عشان أشوف كيف بيحرك أصابعه ففجأة شفته في مصر جالس جنبي يعني يوم ما توصل أنت هذا المستوى اللي تتعلم من الأستاذ الحبناوي جنبك وتتعلم من هاني مهنا جنبك وتتعلم من الدكتور رضا جنبك وتتعلم يعني تتعلم من زمايلك اللي سبقوك واللي أكبر منك أنت بتكبر بيهم هم يكبروا بيك فأنا وجدت أنه علاقتي بمصر أنا أصبحت بجد موسيقي مصري موسيقي مصري بكل جوارحي وفي نفس الوقت أنا مواطن سوري ما أقدر أكون إلا مواطن سوري. جميل أبو عبير يمكن الفن لا هوية له بالتأكيد بالتأكيد لا هوية له لأني أنا بعتبر نفسي الآن بعتبر نفسي موسيقي مصري فنان مصري مشاعري وعلمي المصري وعزفي وكله تابع لمصر كثقافة تعلمتها وسطيهم وفي نفس الوقت أنا لا أقدر إلا أن أكون مواطن سوري
لحكم انتماء إلى وطني وأهلي. جميل. نختم محورنا هذا بشيء من مصر، سواء كان عبد الحليم أو أم كلثوم إذا حبيت، اللي يعجبك. تمام، أنا بسمعك أغنية لأم كلثوم لها علاقة بمحبتي للكبير بليغ حمدي، ولها علاقة بمحبتي لأم كلثوم، ولها علاقة بمحبتي أيضا لكاتب الكلام الأستاذ عبد الوهاب محمد. الأستاذ عبد الوهاب محمد اللي عمل الكلمة الجريئة اللي بتقول حبي إيه اللي أنت جاي تقول عليه. الله. أنت عارف قبل معنى الحب إيه؟ الله.